ما شاء الله هؤلاء مجموعة من الإخوة الذين يشاركون في مسير سياحي بالجبل الأخضر، هذا فريق الرحبة للمشي والمغامرات، وأيضا هذا فريق قعلان للمسير الطويل والهايكينج. بارك الله فيكم. أول شيء السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم؟ عبد الله بن سيف الممري. الأخ عبد الله، كيف استعدادكم؟ الحمد لله طيب. ما الذي شجعكم المشاركة اليوم في هذا البرنامج؟ كابتن فريق علي بن سالم العمري. ما شاء الله، جميل، جزاه الله خير. وايضا من معي، السلام عليكم. عبد الله راشد عبد الله العلوي. اعطيني انطباعك عن هذه الاجواء اللي تعيشها. والله اجواء طيبه، اجواء الجبل الاخضر اجواء طيبه، وما شاء الله بتنظيم الشباب وتنظيمكم الطيب، ما شاء الله الامور كلها طيبه ان شاء الله، مستعدين استعداد كامل ان شاء الله. الله يوفقكم. من معي ايضا، السلام عليكم. وعليكم السلام عبد الله. الاسم الكريم؟ سعيد بن فريش بن هديب العلوي. الاخ سعيد، رساله تحب ان توجهها للمشاركين، ما هي نصيحتك لهم؟ نصيحتي يعني تبعوا النظام المسير. بارك الله فيك والسلام عليكم. من معي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدكتور عبد الله، حياك الله. الله يحفظك. بارك الله فيك. فيك يا مرحبا. الله يسلمك ان شاء الله. علي بن سالم بن سعيد المعمري. فريق الرحبة من أين هذا؟ هذا من ولاية عبري. من عبري ما شاء الله. نعم، بالرغم من بعد المكان، ما الذي شجعكم الحضور إلى هنا يعني؟ حقيقة مثل التعارف وأيضا الرياضة وأيضا وجود هذه الناس والوجوه الطيبة مثلكم وشرواكم. مكارم أخلاقك، الله يحفظك. الطريق سهل معنا إن شاء الله. الله يوفق، الله يسعد دربكم. حياكم. سعيدين. نحن أكثر سعادة. من معي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمال بن حمد المعمري. الأخ جمال، كيف ممكن نشجع الآخرين مثل هذه الرياضات؟ نشجعهم على المسير بالصحة، لأنها تجيب بالصحة واللياقة. جميل. نعم. جزاك الله خير. بارك الله فيك. الله يحفظكم.